مساء الخير مشاهدينا الكرام. تميز طقس اليوم بضباب محلي في الصباح ثم طقس مغيم جزئيا بالشمال مع بعض السحب بالوسط والجنوب. البحر مضطرب فشديد الاضطراب آخر النهار. درجات الحرارة المسجلة لهذا اليوم كانت كالتالي: تونس 28 درجة، بنزرت 28 درجة، القيروان 30 درجة، سوسة 27 درجة، صفاقس 28 درجة، تطاوين 30 درجة. التوقعات الجوية ليوم الغد: من المنتظر أن تتواصل الأجواء المشمسة وقليلة السحب بأغلب المناطق، فيما تكون الريح من القطاع الجنوبي قوية من 40 إلى 60 كيلومتر في الساعة قرب السواحل وبالجنوب، مع دواوير رملية محلية فيما تكون معتدلة ببقية المناطق من 15 إلى 30 كيلومتر في الساعة، والبحر مضطرب فشديد الاضطراب بالسواحل الشرقية. درجات الحرارة المتوقعة ستكون بين 26 و 30 درجة بالشمال والوسط، وبين 31 و 35 درجة بالجنوب. في المغرب العربي وشمال إفريقيا ستكون الأجواء مشمسة وقليلة السحب خاصة بطرابلس والقاهرة، في حين تتواصل الأجواء الممطرة في الرباط والدار البيضاء. تكون درجات الحرارة بالقاهرة 22 درجة، 20 درجة بالإسكندرية، 22 درجة ببنغازي، 31 درجة بطرابلس، الجزائر 17 درجة، كذلك الدار البيضاء و16 درجة بالرباط. في الشرق الأوسط والخليج العربي ستكون الأجواء مشمسة في معظم المناطق مع غيوم كثيفة في المنامة والدوحة وتواصل الطقس الممطر في القدس وبيروت، فيما تكون درجات الحرارة بدبي 29 درجة، 28 درجة بالمنامة، 32 درجة بالرياض، 26 درجة بصنعاء، القدس 13 درجة، بيروت 19 درجة، والخرطوم 38 درجة. في أوروبا تكون الأجواء مغيمة عموماً في أغلب المناطق الغربية مع أمطار بكل من روما ومرسيليا، مع تواصل هطول الثلوج بكييف، في حين يكون الطقس مشمساً بمدريد ولشبونة. درجات الحرارة تكون 15 درجة ببرشلونة، 14 درجة بمرسيليا، 20 درجة بروما، 8 درجات ببروكسل، 7 درجات ببرلين، 12 درجة ببوتابست، 15 درجة ببلغراد، 16 درجة ببوخارست، ودرجة تحت الصفر بموسكو. في شمال أمريكا ستكون الأجواء كثيفة السحب بكل من مونتريال مقابل تحسن الوضع الجوي بواشنطن ونيويورك، فيما تكون درجات الحرارة 10 درجات بواشنطن، 9 درجات بنيويورك، 4 درجات بمونتريال، 15 درجة بمكسيكو سيتي وكذلك بسان فرانسيسكو. التوقعات الجوية الأيام الثلاثة القادمة بتونس: يوم الاثنين تكون درجات الحرارة بين 25 و 35 درجة، الثلاثاء بين 26 و 30 درجة، ويوم الأربعاء بين 20 و 27 درجة. غدا الثلاثاء 21 من مارس يكون الشروق على الساعة 6:20 والغروب في الساعة 6:33. صورة الشروق تأتينا من إياد في فلة من سوق لحد قبلي، أما صورة الغروب فمن باردو أرسلها لنا أسامة بوهلال. إلى هنا نصل إلى نهاية نشاطنا الجوية، نشكركم على الاهتمام، ننتظر تفاعلكم عبر انستغرام التاسعة، والآن عودة لك مجددا مكي. شكرا لك سونيا لان إلى فقرة نيوز بوك وآخر